الحياه حلوه كثير، الحياه حلوه، الحياه حلوه، لا تيأس، لا بايأس، انت بس تيأس بتهرب لك. اي والله صدق، انت لازم ترش لها أمبوز للقصيده. أمبوز يعني تغني لها بحر الشوق. إيه لا طابي بحر الشوق، لا طابي بحر الشوق، لا طابي بحر الشوق. ان شاء الله طلع معك شيء. شو بعد طلع معك شيء؟ شرب سعد. ايه هيك ما راح يمشي الحال. انت لازم تفهمني القصيده على شو بدك اياها. على شو بدي اياها؟ ايه على شو بعد بدي اياها؟ قول يا حبيبي. يعني هلا التمباك في منه على فريز، في منه على عنب، في منه على كابتشينو. هي. انت القصيده على شو بدك اياها؟ ما فهم علي يا حبيبي. هلا الطبخه احيانا بيحطوا لها حد، احيانا ما بيحطوا لها حد، احيانا بيعطوها هيك طعمه على بابا غنوج. انت على شو بدك اياها الطبخه؟ شو بالله عليكم قالوا لك انا طبخ؟ انا ابوي شاعر. شاعر شعر مهم طبخ. بلا شاعر. انا برايي لو تشتغل بالطبخ احسن لك. شو تقول؟ عم نشم الورد لنهزه. وي هزه. ليه؟ هلا انت يعني بدك اياها رومانتيكيه؟ شو رومانتيكيه؟ طيب حبوا عشر؟ لا ما بحب عشر. طيب بدك يا هيك ناشفة وقاسية؟ هي هذه اللي نبعها، ناشفة وقاسية، مشان يوم اوديها وحطها هناك فوق طاولة اللجنة على طول من يشوفونك وهذه القصيدة اللي تستاهل شاعر المليون وفالك. طيب قول من الصبح دواك عندي، جهز لي حالك بكرة الصبح كذي. ايه فالك. طيب والله ما عرفت شو قلت. هرطين اللي قلتها. بوي بوي خاف الله، خاف الله شوي 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 كذاب. يا الله يا ابو ذات العالم حاطين ما يسوى علينا ابوي، ولا نبغي نصير شاعر المليون. ما بغى ادي شاعر مره فكني. وجه يا ابوي وجه وجه. عندنا الشوفيريه، عندنا والسفاري مركبنا، والشفت شاعر على الطريق دايه.